السلام عليكم وأهلا بكم جميعا. رحم الله الشهيد الوكيل بالحرس الوطني عاطف بن خميس الجبري ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في حقيقة الأمر محاربة الإرهاب عمل دؤوب وفعل يومي، من فكت أعوان الأمن الداخلي والجيش يكون هاجزهم، لكن ثمة عدة أسباب جعلتنا نحجم عن الظهور كلما جد حادث، أولها أن حكام التحقيق قد نبهوا علينا كتابة بعدم الخوض في تفاصيل وملابسات الجرائم الإرهابية التي هي على بساط النشر لديهم. ثانيا، أردنا أن نفوت فرصة على الإرهابيين بعدم إظهار والتصريح بكل عمل أمني حتى لا يفت ذلك في عدد التونسيين ولا يبث الرعب في نفوسهم، وهو هدف من أهداف العمليات الإرهابية. ثالثا، ثم سياحة وثم استثمار، أردنا الحفاظ على النمط العادي للاستثمار والسياحة. أما العمل مجابهة الإرهاب فهو عمل يوميا نحن نلقي القبض على ناس متهمة بالإرهاب، يوميا نحجز الأسلحة، يوميا نحجز كميات كبرى من الأمونيتر، لكن نعمل بصمت ليعيش التونسيون باطمئنان. يكفي أخوتي أني نسوق لكم بعض الأرقام وهي ستنطق لوحدها. من نعت قوات الأمن الداخلي بالفشل هو في حقيقة الأمر ينعت جهاز كامل بالفشل، لأن عندنا شهداء وعندنا معاقين وعندنا جرحى في سبيل أن ينعم هذا الوطن بالطمأنينة. لذلك عندما كان الجميع يحتفل برأس السنة كان عشرات الآلاف من الأمنيين في الشوارع في ليلة باردة كما تعرفونها لحفظ الأمن وحفظ الاحتفالات. كذلك عندما كان السياسيون يتحاورون، عندما كان الدستور ينجز، آل الأمنيون وقوات الأمن الداخلي والجيش على أنفسهم إلا أن يخرج هذا الوطن من عنق الزجاجة ولا يعاد أي سيناريو آخر من السيناريوهات التي جدت ببلدان الثورات العربية. نعطيكم بعض الأرقام التي تنطق لوحدها. العناصر المتهمة بالإرهاب، العناصر المتهمة بجرائم إرهابية التي قدمت خلال سنة 2013 للعدالة 690 من قبل وحدات الأمن الوطني و 653 من قبل وحدات الحرس الوطني، المجموع 1343 متهم بالإرهاب قدموا خلال سنة 2013 للعدالة. العناصر المورطة في شبكات التهريب إلى سوريا 190 قدموا من قبل وحدات الأمن الوطني، 108 قدموا، 109 قدموا من قبل وحدات الحرس الوطني، المجموع 293 ضالعين في شبكات التسفير إلى سوريا. أكثر وصلنا أكثر أو قرابة 8000 فتاة وشاب منعوا من السفر إلى سوريا أغلبهم بطلب من العائلة.
رقم مهول، أكثر من 8000. العناصر التي لقيت حتفها أثناء المواجهات مع قوات الأمن الداخلي الباسلة، 4 من قبل الأمن الوطني و19 من قبل الحرس الوطني المجموع 23. حجزنا أكثر من 246 قطعة كلاشنكوف خلال سنة 2013، 118 بندقية صيد، 3 مسدسات، 217 قنبلة يدوية، 16661 من الذخيرة، 1320 صواعق، 520 لغم، و 270 قذائف حربية. القذائف الحربية لا تعد للاغتيال، هذه معناها حرب. دونك هذه أرقام بسيطة تدل على عمل وحدات الأمن الداخلي والجنة.